كيف؟ والقرآن لم يذكره مرة والله ولا مرة. قال لك لا 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 أنت تجهل، القرآن أشار إلي. لا أشار، أنا لا أصدق الكلام هذا، هذا كلام فارغ. قال الإمام الكلبي، الكلبي عادي، من الكلبي؟ وقال مقاتل، من مقاتل؟ مقاتل ابن سليمان المجسم، هذا مجسم، أحد المجسم المشاهير ومفسر القرآن مشهور، مقاتل. قال مقاتل، قولوا لنا إن مقاتلا هذا كان رأسا في التجسيم، كان يعبد ربه على أنه جسم والعياذ بالله، بدن له أطراف. طبعا يقبل هذا أي حديث إيش؟ إن ربكم ليس بأعور، هاي يعجبه جدا هذا الحديث، الله له وجه في رأس وله عينان في وجه. أستغفر الله العظيم، نعوذ بالله من زلة اللسان وزلقات الجنان. إيه؟ قال الكلبي وقال مقاتل كما أخرجه البغوي وغيره، قال لخلق السماوات في غافر المؤمن، سورة غافر المؤمن، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال أكبر من خلق الدجال. أين دليلك؟ هل لك على هذا التفسير الساقط الفارغ أثار من علم؟ الله يقول الناس، أصبحت كلمة الناس معناها الدجال، في أي وعي هذا؟ هل محمد عليه السلام فسر هذا الآية هكذا؟ قال لك ليش يفسر؟ ما عنده عشرة الأحاديث التي نسبتموها إلي، كذبتموها عليه وبرأه الله مما قلتم، حسبنا الله ونعم الوكيل، شنتم رسولكم. تعرفون الإمام أبو الأعلى المودودي أحد كبار علماء وفقهاء ودعاة المسلمين في القرن المنصرم أيها الإخوة، المودودي معروف علامة الهند، عنده مجموعة الرسائل والمسائل طبع منها جزء يسير باسم فتاوى المودودي رحمة الله تعالى عليه. قال أنا استقريت أحاديث الدجال وبان لي، ولم ينكرها، لم يستطع المسكين، في كتابه الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة جعلها من الحكاية والأساطير، قال والإسلام لا يتحمل وزرها، صحت لم تصح، هذا كلام فارغ. قال له كيف تقول هذا؟ أحاديث صحيحة متواتر. يخاف، والمسلمون هناك في الهند ليسوا أقل تعصبا وانغلاقا من إيه؟ مسلمي العرب. تطعن في البخاري ومسلم زنديق، وعلى كل حال المودودي زنديق طبعا، وهو أبو الضلالات يعني عند كثير من المسلمي المتنطعة في الهنود والعرب أيضا، يحذرون منه، قال لك طوام المودودي، احذروا من طواله طوام وبلايا. طبعا طبعا نفس الاتجاه، الاتجاه ذاته نفسه. المودودي قال طيب أنا استقريت الأحاديث وبدا لي أن الرسول إنما قال هذه الأحاديث عن رأي منه واجتهاد، في العقائد والأخبار رأي واجتهاد عقيدة، إما أن الله أوحى إليه أو إيه لم يؤل. الرسول ليس حزاء، ليس كاهنا، ليس منجما، ليس عرافا. طبعا أقول لكم لا والله، اقرأوا الحديث جعلوه كاهنا، حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم، حديث الجساسة الذي يرويه الإمام إمام الكوفة عامر ابن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وائل الكوفة، ترويه عن الرسول طويل ومعروف لكم جميعا، حديث الجساسة. وفي آخره ماذا يقول النبي؟ في ثلثه الأخير يقول عن مخرج الدجال من بحر الشام، لا من بحر اليمن، لا 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 مش الشام، لا مش اليمن، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هذا؟ هذا نبي أو كاهن منجم عراف؟ الوحي هكذا؟ الوحي يعلم علم يقين، لكن لا، النبي لم يكن يعرف. المودودي إمام المسلمين قال هذه الأحاديث كلها النبي لا يعرف مخرجه بالضبط، مرة من أصفهان، مرة من خراسان، مرة خلة، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فيا عباد الله اثبتوا، فعاث يميناً وعاث شمالاً، فيا عباد الله اثبتوا، ومرة من جهة كذا، مرة مش معروف. النبي لا يعرف من أين سيخرج الدجال، النبي لا يعرف هل الدجال الأعور هذا لعنة الله عليه عينه اليمين اليمنى، يعني عينه اليمنى هي المعيبة أم اليسرى؟ في البخاري ومسلم عينه اليمنى، في مسلم عينه اليسرى، عجيب، يعني في مسلم غير اليمنى، إيه؟ يعني في مسلم الرأيان، رأيان ولا حديثان؟ حديثان يا أخي، حديثان صحيحان، حديث بقول عين المعيبة اليمنى في مسلم، وحديث في مسلم العين المعيبة اليسرى. وبعدين ما نوع، ما كيفية هذا العيب؟ قال لك هذه العين مسحاء، مسيحة، ممسوحة، يعني ممسوحة، لا جحراء مجحورة مجورة ولا إيه ناتئة جحظاء، لا بالجحراء ولا إيه، إنما ممسوحة، لا مطموسة، مطموسة مطموسة النور كالعنبة، طافية، طافية معناها جحراء، عفوا
جحظاء طالعة. لا قال لك طافئة معناها مطفوءة، ما فيش فيها نور، لا نعرف هل هي طافية أو طافئة، هل هي جحراء أم جحظاء ناتئة، لم نعرف. كله ينسب للنبي وفي الصحاح أحاديث صحيحة، كله أحاديث صحيحة حتى صفته. بعدين في صحيح مسلم هو شاب قطط، شعره قطط وشبه، وعند ابن ماجه وغيره شيخ كبير، لم نعد نعرف هل هو شيخ أم شاب. الرأيان، نعم أستغفر الله، الحديثان يقولان الرأيين.